إيش حالكم يا حلوات؟ أنا سمية حارب بيوتي بلوجر من دبي الإمارات، وحياكم الله في قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم بيكون عن المنتجات اللي جربتها وخلصتها ورايي في هالمنتجات بشكل عام. تعالوا وياي أرويكم شو المنتجات اللي خلصتها. أول شيء كريم ترطيب من ماركة إيتود هاوس، هذه ماركة كورية. ترطيب هالكريم كان زين، كنت استخدمه as a night cream حق إيدي وريلي. ما كان الترطيب الواو، بس في نفس الوقت كان ترطيب زين. يعني إلين ثاني يوم الصبح التم إيدي وريلي مترطبات. ثاني شيء كوكو باودر فاونديشن من تو فيست، هذه البودرة ممتازة، حبيتها وأكيد برجع أشتري منها. ميزتها غير عن أنها هي بريحة الكاكاو طبعا، أنها لونها بالضبط درجتي، لون هاي البودرة لايت ميديم، وعادي تومين تستخدمين هاي البودرة روحها أزا فاونديشن أو فوق أي لكويد ثاني فاونديشن. تعرفون إيش كثر صعب أني أحصل فاونديشن لوني؟ أعتقد هاي المشكلة عند أغلب البنات، يعني نخلط لونين ثلاثة ويا بعض علشان نوصل درجتنا، فإني أحصل شيء بدرجتي بالضبط هذا روحه عندي يكفي. ثالث شيء عطر من لورا مرسيه، وايد أحب منتجات هاي الماركة. ريحة هالعطر بالكريم بروليه ممكن تستخدمينه كبادي ميست أو برفيوم عادي، ميزة إنه عادي ترشينه على الجلد مباشرة ما يسبب تحسس أو سواد للجلد. أنا مشتريته إنه كنت من دبنهامز. الشيء بعد اللي خلصته هالميك اب ريموفر وايبس بس بزيت الزيتون، وايد حلو هالوايبس، انه يوم تشلين فيه الميك اب في نفس الوقت يرطب البشرة، ما تم جافة وما حسس لي بشرتي الحمد لله. مرطب الشفايف هذا كارمكس، وايد معروف، كنت ماخذتنه من لندن، كنت ماخذة مجموعة وهذه آخر حب منه. ترطيبه وايد زين للشفايف، سواء كنت حاطة فوقه ليبستيك أو بس شيف خلال النهار حاطتنه. عيب الوحيد انه هو بنكهة المنت أو النعناع، وأنا ما أحب هذه المرطبات اللي بنكهة النعناع بشكل عام، بس عيبني وتغاضيت عن هاي النقطة لأن ترطيبه ممتاز. كريم حوالين العين من كوداليا، هذا الكريم ترطيبه وايد حلو. ماركة كوداليا موجودة في أغلب الصيدليات الكبيرة وبوتس، وأعتقد مؤخرا نزلوها في سيفورا. هذا الكريم من لاين جديد نازل عندهم، ميزته أنه يرطب المنطقة اللي حوالين العيون، أبدا ما يخفف الهالات السوداء، لكن يرطب المنطقة عدل ويخليها شيء ناعم وفرش. ممكن تستخدمينه بعد حوالين الشفايف، بس انا بس استخدمته لحوالين العيون. عطر من ماركة ديبيوتيك اظن شي اسمها، كنت احب اخذ هاي الماركة قبل من لندن، بس عقب فتحوا عندنا في دبي مول. احب عطورهم، احب البادي لوشنز مالهم، الشموع اللي عندهم جميلة، منتجاتهم وروايحهم مميزة وثابتة. هالعطر كنت اول مرة اجربه وعيبني. شامبو الشعر، هذا الشامبو يناسب الشعر المعالج سواء بالكيراتين، كولاجين، بوتوكس، وكنت قبل فترة معالج شعري بالبوتوكس فاستخدمت هذا الشامبو وناسبني، اشتريت اكيد من زيادة. اخذه من بوتس وسعره اعتقد 100 درهم. كريم الجسم من فازلين، حلو ترطيبه هذا الكريم. بشكل عام كريمات فازلين، جيرجنز من الجمعية ترطيبهم زين، مب واو مثل البادي باتر بس زينات. أحب أحيانا أخلطهم يا زيوت مثل زيت اللوز أو زيت الكوكونات، أحس أن هذا يزيد الترطيب، وسعره بعد زين، بتحصلونه في أي سوبر ماركت أو جمعية. ماسك غلام جلو، هذا الماسك حق الحبوب على الوجه. ماركة غلام جلو طبعا مشهورة بماسكاتها، أنا جربت أغلب ماسكاتهم، هذا أحلى ماسك عندهم. كنت ماخذة هالحجم الصغير الأبيض أني أبغى أجربه، وسعر هالحجم 69 درهم، يعني هو مو برخيص على هذا الحجم، بس عملي حق السفر أو إذا أنت ما تجربتي هاي الماسكات وتبغين تعرفين تأثيرها. ترومين تستخدمين هاي العلبة، أنا بالنسبة لي استخدمتها 4 استخدامات وايد زينة، وأكيد رجعت اشتريت العلبة الكبيرة وموجودة في سيفورا.
ماسكارا إلها راسين من ميبلين اسمها Big Eyes Volume Express. إلها راسين وبراويكم كيف شكلها. هذا الراس الصغير وهذا الراس الكبير. حلوة، وايد حلوة هاي الماسكارا. الراس الكبير حق الرموش اللي فوق والراس الصغير حق الرموش اللي تحت. ما تعطي غلط للرموش لكن تطولها وتفرقها، يعني ممكن تستخدمينها ويا ماسكارا ثانية. آخر شيء كريم من لورا مارسيه للجسم. هذا حجم صغير، كان جاي في ست كامل، في بادي كريم وشاور جل وبادي سكراب وبادي سبراي. هاي الريحة كانت نازلة في هالست، ما أعتقد أنها موجودة روحها. واشتريت الست من ديبنهامز، أعتقد كان بحدود 300 درهم. حلوة كانت ريحته، فيها مثل عطر الليمون الخفيف، مميزة كانت الريحة. وهذه حلوات المنتجات اللي خلصتها خلال الفترة اللي فاتت ورأيي فيها. شكرا على متابعتكم، وإذا عجبكم هالفيديو لا تنسون تحطون لايك وتحطوا لي كومنت إذا أنتوا جربتوا أي شيء من هالمنتجات أو إذا عندكم اقتراحات الفيديوهات جاية. ولا تنسون تسوون سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد أنزله في القناة. مع السلامة.